بحضراتكم، لكم التحية. ونهاردة في الجزء الثاني من الحلقة إن شاء الله هنتكلم إنه للمرة الثالثة البنك الفيدرالي الأمريكي بيرفع الفايدة. لما البنك الفيدرالي الأمريكي بيرفع الفايدة العالم كله بيرتبك زي ما حضراتكم عارفين، وبيضغط على اقتصاديات الدول بشكل كبير جدا. السي ان ان بتقول إنه أسواق الخليج تحت الضغط بعد رفع أسعار الفايدة. نفط يتراجع بنحو 6% لأدنى مستوى من 4 أسابيع. بريطانيا تراجع مرير للأجور وقفزة 15% لأسعار الغذاء. بي بي سي بتقول لحضراتكم أسواق المال العالمية تتراجع بقوة مع تزايد المخاوف الاقتصادية بسبب الحرب. بوتين: العقوبات على روسيا ستكبد أوروبا 400 مليار دولار. والإمارات تستعد للطرح الثاني من السندات الاتحادية بقد إيه؟ ب1.5 مليار درهم. كل ده ناتج عن أزمة التضخم الكبيرة اللي بتسيطر على العالم كله، واللي بالتأكيد بيكون ليها تداعيات على العالم كله زي ما قلت لحضراتكم، وعلينا أيضا في مصر. ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة في الجزء الثاني من الحلقة. هيكون ضيفي بعد الفاصل دكتور شريف الديواني، رئيس الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي السابق. بس خليني أبدأ مع حضراتكم. والنهاردة سيادة الرئيس استقبل صباحا في مدينة شرم الشيخ الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين. وأكد سيادة الرئيس النهاردة حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات. وتم التباحث حول التعاون المشترك بين مصر والبحرين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. رحب سيادة الرئيس النهاردة وملك البحرين بالقمة المرتقبة اللي هتستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر، أهم الملفات، أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت. ورحب بدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية. مساء الخير دكتور محمد. أهلا بحضرتك أستاذ عزة. أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور محمد، أهمية الزيارة وتوقيت هذه الزيارة حضرتك شايفها إزاي؟ يعني يمكن النظر إلى هذه الزيارة من زوايا عديدة. الزاوية الأولى أن العلاقات المصرية البحرينية نموذجا للعلاقات المصرية العربية أو العلاقات العربية البينية. البحرين مصر دعمت يعني منذ اليوم الأول لحصولها على الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، كانت مصر من أوائل الدول التي شارعت بالاعتراف باستقلال البحرين عام 71. تقديم أول سفير مصري لأوراق اعتمادي بالمنامة 73. حتى عندما تم تحويل البحرين من نظام الإمارة إلى النظام الملكي بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في عام 2002. أضف إلى ذلك أن البحرين على الجانب الآخر كانت من أوائل الدول اللي أيدت ثورة 30 يونيو اللي احنا بنحتفل هذه الأيام بمرور 6 سنوات على تدشينها. العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى كان عنده حرص بشكل مستمر على مشاركة مصر في لحظات فارقة زي حفل تنصيب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضور افتتاح قناة السويس ومؤتمر مصر للدعم الاقتصاد الوطني، القمم العربية اللي شارك فيها مصر، وحتى القمة العربية الأخيرة ترأسيتها في دورتها الأخيرة. كان احنا نتحدث عن نموذج لعلاقات مستقرة ما بين دولتين رئيسيتين في المنطقة العربية مصر والبحرين. هناك أيضا بعد يرتبط بالتوافقات المشتركة ما بين القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين إزاء التغيرات والتحولات الإقليمية. أولا البحرين تشارك مصر في فكرة التوصل إلى تسوية سلمية للصراعات العربية الداخلية المسلحة سواء في ليبيا أو اليمن أو سوريا. مصر والبحرين لديهم موقف مشترك من محاربة التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة العابرة للحدود. ورغم أن جماعة الإخوان
في البحرين كان لديها تواجد في المؤسسة التشريعية البرلمانية، لكن البحرين دعمت مصر في موقفها تجاه تصنيف مصر جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، لأنها حملت السلاح وخرجت على الدولة والمجتمع. هناك أيضا توافقات مشتركة ما بين القيادة المصرية والقيادة البحرينية في مسألة توحيد الصف العربي، تعزيز الجهود اللي بتبذلها القاهرة لصالح الأمة العربية، ومسألة ضرورة أن يكون هناك توافقات ما بين الدول العربية لمواجهة التدخلات من جانب القوى المقدمة. ورؤية القيادة البحرينية بالنسبة للقاهرة إنها موازن للتهديدات التي تمثلها بعض القوى الإقليمية، وأقصد بها تحديدا إيران. هناك أيضا جانب زي ما حضرتك أشرت إليه هو مرتبط بالعلاقات الاقتصادية. يعني رغم إن ده مهم، بس قبل ما نروح العلاقات الاقتصادية والتأكيد اللي حصل النهاردة من سيادة الرئيس على هذا النوع من العلاقات، دكتور محمد، إذا هناك مناطق ومساحات مشتركة في ملفات كتيرة ما بين مصر وما بين البحرين؟ نعم في أكثر. هناك مساحات للتوافقات المشتركة بدرجة كبيرة ما بين القاهرة والمنطقة. هناك بعد بقى يرتبط بالعلاقات الاقتصادية، يعني رغم ان البحرين لا تعتبر يعني من الدول العشر الاولى المستثمره في السوق المصري، لكن من هي طبعا التقديرات عام 2019 عام وعام 2020 اللي هي بتحطها في المرتبه 16، لكن هناك توجه لزياده تلك الاستثمارات اللي هي متركزه يا استاذ عزه في جوانب مختلفه. جزء منها موجوده في ايه؟ هي بالفعل موجوده في ايه؟ هي موجودة في مجالات زي التمويل، الإنشاءات، التصنيع، الزراعة، السياحة، الخدمات، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات. وبالتالي نحن نتحدث عن قطاع بعينه، لكن تنوع في تلك المجالات بصفة خاصة، المجالات الخاصة بالسياحة والزراعة والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هناك محاولات لتكثيف تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. نعم دكتور محمد، التوقيت الزيارة، يعني أقصد في ظل ما يحدث في الإقليم وفي ظل الأحداث العالمية، في ظل أنه في أيضا يعني قمة قريبة يعني حتحدث، أيضا هناك زيارة لمحمد بن سلمان للقاهرة ثم للأردن ثم لتركيا، هل التوقيت لهذه الزيارة له دلالة ما؟ شوفي حضرتك، اولا انا عايز اقول يعني هناك تاكيد على رساله اساسيه ان مصر احد رمانات الاتزان في المنطقه. وكان هناك تعبير يا استاذ عزه يقال وفق لدبلوماسيين غربيين، اذا عطست مصر اصيب الشرق الاوسط كله بالانفلونزا. ده بيوحي الى ان التاثير المصري خارج الحدود الوطنيه كبير. ولذلك نجد زيارة العاهل البحريني، زيارة ولي العهد خلال الأيام المقبلة إلى مصر في إطار جولة إقليمية تشمل دول عديدة منها المملكة الهاشمية، وبالتالي مساحة التوصل لزيادة مساحة التفاوضات مع مصر المطلوبة. هناك جانب أيضا يرتبط بأن الرئيس الأمريكي سوف يزور المنطقة، صحيح، سوف يزور إسرائيل، سوف يزور المملكة العربية السعودية، صحيح، سوف يزور الضفة الغربية. ومصر تعد أحد الدول الرئيسية التي سوف تحضر. إذا إحنا بنتحدث عن رؤية أمريكية لمستقبل تلك المنطقة، التفاعلات بتاعتها، الصراعات المشتعلة فيها، شبكة المصالح تتكثف فيها، المحور النفطي، لكن هناك ضرورة الأزمات العالمية كمان يا دكتور محمد. نعم يا استاذ عزه، الأزمات العالمية، بنتكلم في أزمة غذاء، بنتكلم في أزمة طاقة، في أزمات عالمية نتيجة ما يحدث في روسيا. طبعا، بس من الضروري يا استاذ عزه ان يكون لدينا موقف على الأقل متقارب مشترك، وليس حتى موقف متطابق تجاه التعامل مع الغير. يعني الولايات المتحدة تحول العودة إلى المنطقة، أو تغيير الصورة الذهنية ليها، أو محاولة للموازنة ما بين اهتماماتها في جنوب في آسيا لحصار الصين ومواجهة روسيا مقابل إقليم كانت تحاول أن تخرج منه. لابد من أن يكون هناك تصور للدول اللي موجودين في المنطقة
الشركاء الاساسيين في المنطقه. هنا اتحدث عن دول عربيه، لا اتحدث عن علاقات فقط مع دول جوار اقليمي، لكن الدول اصعب هذا البيت. خاصه هنا عندنا شهور قليله وسوف تنعقد وفق الجدول الزمني المحدد ده في نوفمبر المقبل القمه العربيه، على ان يكون لدي تصورات التعامل مع قضايا جديده. يعني حضرتك بتتكلم على قضايا العالميه، وانا هاخد منها حاجه مثلا قضايا زي الامن الغذائي. نعم. وازاي اللي احنا يبقى عندنا مشروعات عربيه مشتركه في هذا المجال، بحيث ما نكونش تحت طائله الضغط لازمات طارئه مرتبط مثلا بتوافر مواد غذائيه، او حتى التفاهم فيما يتعلق بالموقف تجاه القوى الكبرى. لان انا اعتقد يعني احنا ازاء تحول في هيكل النظام العالمي الذي يشير الى انه لم يعد مرتبط بهيمنه امريكيه او احاديه قطبيه بقدر ما يرتبط بالتعدد في القوه المهيمنه على النظام. صحيح صحيح. شكرك دكتور محمد عز العرب، شكرك فندم، شكرا جزيلا. النهارده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري تفقد مشروعات مدينه العالمين الجديده، والحقيقه مجهود غير طبيعي يعني بيبذله رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي. عايزه اقول لحضراتكم المجهود، وهو الحقيقه لازم نوجه له كل التحيه، لانه بيشتغل كتير قوي الحقيقه، بيشتغل في ملفات كتيره جدا ومؤتمرات صحفيه لحاجات كتيره، وردوده واضحه وصريحه وحاضره على اي تساؤل ممكن انت تساله ليه في اي مجال من المجالات. النهارده تفقد معالي رئيس الوزراء مشروعات مدينه العالمين الجديده اللي حصل فيها. خليني ارحب بالدكتور عبد الخالق ابراهيم مساعد وزير الاسكان. دكتور عبد الخالق مساء الخير يا فندم. كيف فندم؟ السلام على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. النهارده رئيس الوزراء كان بيتابع سير العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينه الساحليه، احدى مدن الجيل الرابع، واللي بتتفرد الحقيقه بمميزات نسبيه عن مثيلتها من المدن بفضل الموقع المتميز. كلمنا عن هذه الزياره وعن هذا التفقد، واهم حاجه كانت موجوده في جوله اليوم ايه يا فندم؟ هو طبعا جولة اليوم لدولة الرئيس هي دو يعني هي جولة دورية سيادته بيتم من خلالها متابعة المشروعات القومية، وخاصة المشروعات اللي هي داخلة في الاتحاد قريبا. احنا مدينة العالمين زي ما حضرتك تفضلت هي واحدة من مدن الجيل الرابع. احنا المتابعة بتتم للمرحلة الأولى من مدينة العالمين اللي هي تقريبا ما يقرب من 14,000 فدان، وبتشمل مشروعات متنوعة. طبعا غرض الزيارة هو وضع اللمسات الأخيرة للمرحلة الأولى قبل الافتتاح. إن شاء الله خلال العام الحالي هيتم افتتاح المرحلة الأولى اللي بتضم بقى مجموعة من المشروعات. نبدأ بمنطقة الأبراج اللي هي تعتبر هي أكثر العلامات المميزة للمرحلة الأولى. نعم. منطقة الأبراج الشاطئية، وطبعا أمامها منطقة تجارية بمنطقة ترفيهية تجارية. في برضو تجارية هنا دكتور عبد الخالق تقصد إنه محلات ومطاعم وأسواق، ويعني معنى تجارية إيه؟ هي المنطقة، هقول لحضرتك، هي المنطقة التجارية دي موقعها على الشاطئ، يعني هي ليها إطلالة مباشرة على الشاطئ. هي الاستعمالات اللي هتكون موجوده فيها هي محلات تجاريه ومطاعم، وهتكون فيها برضو فندق صغير. الغرض منها ان هو بيخدم السياحه اللي هتيجي على الممشى، لان طبعا هي جزء كبير من المدينه. في ممشى طول حوالي 7 كيلو، ده جزء من المشروع القومي ممشى اهل مصر. احنا في عندنا ممشى عام لكل فئات المجتمع، والممشى ده أمامه على طول أو بيخدم عليه على طول المنطقة الترفيهية اللي هي بتطل عليه، وبتبقى تعتبر منطقة متنوعة الاستعمالات بمساحة حوالي 50 فدان. نعم. بالإضافة طبعا للأبراج والمنطقة الترفيهية. هل تم فيها بيع لأي براندات مشهورة
بنتكلم على مطاعم، بنتكلم على محلات يعني، ولا الافتتاح هيبقى ما قبل العرض للبيع دكتور عبد الخالق؟ يعني احنا واحنا بكلم حضرتك دلوقتي خلال شهر 6 باذن الله هيتم افتتاح الجزء الاول من المنطقه الترفيهيه ان شاء الله مع يمكن مع نهايه الصيف او قبل نهايه الصيف هيكون كامله التشغيل. الغرض من التشغيل هنا ان احنا بنحاول ان احنا نبدا المدينه تشتغل، لان هي المدينه هتشتغل من خلال مجموعه من الانشطه منها المنطقه الترفيهيه. هتشتغل في الصيف ده مش كده؟ هتشتغل في الصيف ده يا فندم، يعني ان شاء الله خلال الصيف ده هتشتغل. واحنا لازم برضو نبقى واخدين في اعتبارنا ان المدينه اشتغلت في نشاط اخر، وده الاهم بقى، هو نشاط الخدمات. يعني مدينه العالمين الجديده في وظيفتها هي مدينه خدميه لوجستيه، هي مدينه بتقوم على خدمات زي الجامعات، وفيها طبعا عندنا جامعه العالمين والأكاديمية العربية، وإن شاء الله هيكون في قريبا في مستشفى مركزي بتخدم سكان ناحية الشمال الغربي. صحيح، كان وزير الصحة بيتابع الأسبوع اللي فات أعتقد تقريبا. اتفضل. هي كل المشروعات دي مشروعات خدمية، الغرض منها هي بتخدم على النطاق المحيط بمدينة العالمين، لأن المسألة مش مسألة بس إن إحنا الغرض مش إن إحنا نعمل مدينة مصيفية. لأن مدينة العالمين من الأساس الغرض الأساسي إن هي تكون عاصمة الساحل الشمالي الغربي، وتكون مدينة طوال العام. معنى كده إن مش هتقوم بس على الأنشطة السياحية اللي هي متمثلة في الشاطئ، لا، في عندنا أنشطة خدمية وفي عندنا أنشطة صناعية. يعني المعلومة بس صغيرة، إن مدينة العالمين من إجمالي المساحة المخصصة للمدينة 25% منها أنشطة صناعية. 25؟ طب ده رقم كويس، نسبة كبيرة. هتكون في جنوب المدينة، وأوريدي دلوقتي حاليا بدأنا تم تخصيص المنطقة الأولى في المنطقة الصناعية اللي هي المرحلة الأولى، وده يقول إن إحنا بنحاول إن إحنا نعمل مدينة طوال العام متنوعة الأنشطة. هو ده الغرض الأساسي. طبعا بالإضافة بقى اللي إحنا ذكرناه، في عندنا مجموعة متنوعة من الإسكان، يعني زي عندنا مثلا في منطقة مخصصة دي إسكان اللي هو الفوق متوسط اللي هي منطقة الداون تاون، في مناطق إسكان اجتماعي متميز، منطقة سكن مصر، في منطقة للفيلات. فبالتالي هنا بنقول إن المدينة تلبي الشرائح الاجتماعية المختلفة كلها. بالظبط، سكن لكل المصريين، كل الشرائح الاجتماعية هتكون ليها نصيب في المدينة. بالإضافة للكلام ده كله، في عندنا طبعا المدينة نتيجة للموقع المميز للمدينة، فبالتالي هيكون في مدينة للتراث والثقافة، هيكون فيها أوبرا وسينما ومعارض. ودي أوبرا بالظبط، زي ما احنا في عندنا في ومسرح كبير بقى يا دكتور عبد الخالق. يعني هنا بتكلم على اوبرا، طبعا ده نشاط عظيم جدا، نشاط ثقافي عظيم للابداع، وبتكلم على مسرح يقدم عليه حفلات، الجو ده اصلا بتاع الحاجات دي. بالظبط، يعني احنا زي ما في برضو انشطه صيفيه هتكون مرتبطه ب البحر، هيكون في انشطه صيفيه وانشطه شتويه مرتبطه بالثقافه، زي دور الاوبرا دور السينما والاوبرا والمعارض. وطبعا بالاضافه لكده طبعا الخدمات الروحانيه او الدينيه زي المسجد والكنيسه، فكل دي منطقه للتراث والثقافه. الغرض منها ان هي برضو بنقول ان احنا مش بنتكلم بس على السياحه الشاطئيه، لا، احنا بنتكلم على الخدمات بمختلفها حتى الخدمات الثقافيه. احنا محتاجين نشوف ده بالكاميرا معاك بعد اذنك دكتور عبد الخالق، يعني نعمل جوله كده، نظبط مع حضرتك ميعاد ونعمل جوله بالكاميرا كده، ونوضح للساده المشاهدين كل الحاجات العظيمه اللي حضرتك قلتها. تحت امرك يا فندم، في اي وقت ان شاء الله ممكن تشرفونا ونبدا نوضح لحضراتكم المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها، مشروعات المرحله الاولى، لان دي مهمه. برضو يعني احنا دايما في يعني اول ما هنقول العالمين بيجي في دماغنا على طول الابراج. انما هي العالمين دي صحيح. ما انا عشان كده، انا عشان الجزئيه اللي حضرتك قلتها دي، انما ده بند من البنود، وابراج ده
الجزء الشاطئ، انما المدينه فيها انشطه كثيره جدا ومتنوعه، والابراج بتحتل جزء صغير من المساحه الاجماليه للمدينه. بنتكلم عن تكلفه كبيره، بنتكلم على استثمارات كبيره. طبعا احنا بنتكلم على تكلفه كبيره لكذا سبب. اول سبب ان احنا زي ما حضرتك ذكرنا ان احنا في عندنا يعني انشطه متنوعه، بالاضافه لكده ان احنا مدينه العالمين هتكون من المدن الذكيه زيها زي طبعا مدينه العاصمه الاداريه. طب احنا ليه بنقول مدينه ذكيه؟ لان العاصمه الاداريه والعالمين مدن هيكون ليها يعني منافسه، مش بس دور على مستوى المحلي او القومي، لا ده هي ليها دور عالمي. يعني هي في رؤيه المدينه واحنا بنخطط المدينه في عندنا مدن بيكون ليها دور على مستوى الدوله او دور اللي احنا بنقول على مستوى القومي، زي مثلا المنصوره الجديده اسوان الجديده، دي كلها مدن بتؤدي دور على مستوى مصر. انما في مدن هتؤدي دور على مستوى اكبر، على مستوى عالمي زي العاصمه والعالمين، وبالتالي من الاحد الاسس اللي هي متخصصه عليها ان هي تكون مدينه ذكيه في الانفراستراكشر او البنيه التحتيه، في تقديم الخدمات، في الحصول على المعلومات الرئيسيه الخاصه بالمدينه في اداره المرور واداره المدينه وخلافه. فطبعا البنيه الاساسيه الذكيه بتكون في بدايه انشائها مكلفه، خاصه ان احنا بنعمل المدينه كلها، انما طبعا على مستوى المدى البعيد ده كله بيكون استثمارات مستقبليه للمدينه بتوفر في اداره المدينه وبتحقق عائد اقتصادي ليها. ان شاء الله ننسق مع حضرتك بعد اذنك دكتور عبد الخالق. اشكرك فندم. دكتور عبد الخالق ابراهيم مساعد وزير الاسكان. النهارده كمان في خبر لطيف جدا، تنميه الريف المصري هتطلق مبادره لتشجيع مشروعات الثروه الحيوانيه. عبد الوهاب صرحه بيقول ان احنا بنشارك الجادين بنسبه تصل ل 50% من تكلفه مشروعاتهم. خلينا نعرف تفاصيل لانه اكيد ناس كتير تهمها الموضوع ده، عايز تعرف عنه تفاصيل. ورحب بسياده اللواء مهندس اركان حربة عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه تنميه الريف المصري. مساء الخير باشمهندس. السلام عليكم. مساء الخير على حضرتك. عليكم السلام. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. وعلى كل الساده الشاهدين، واسمحي لي ان انا ارحب كمان بكل الساده الزملاء من الطاقم المعاون لحضرتك. اشكرك فندم. الفكره جت ازاي والمشاركه والحمله والمبادره هتبدا امتى، والناس اللي بتسمعنا هل في شروط ولا لا؟ محتاجه اسمع حضرتك، اتفضل. طيب، يمكن انا كنت متابع البرنامج مع حضرتك وجوله دوله رئيس الوزراء النهارده في مدينه العالمين الجديده، فاحنا كنا بنتكلم على فكر جديد لبلدنا، يمكن كان وضحه فخامه السيد الرئيس لما قال ان القضيه الاساسيه عندنا هي قضيه الوعي. نعم. والتوعية ودور الإعلام العظيم في إن احنا ننشر هذه القضية بوعي كامل، وزي ما الدور اللي حضرتك بتقومي بيه بكل وطنية وكل السادة الإعلاميين المخلصين. شكرا. زي ما احنا بننمي في الثروة العقارية لابد إن احنا ناخد اتجاه للتنمية المستدامة في مجال الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية. نعم. والنشاط الداجني وكل ما يعني يتوافر معاه كل الاساسيات اللي خاصه بهذا الموضوع. احنا يمكن كشركه تنميه الريف المصري، وكان ليا سابق حديث مع حضرتك في اكثر من اتجاه واكثر من موضوع، احنا بنشارك مع الجادين من اهلنا من المنتفعين. احنا يمكن سوقنا لغايه دلوقتي اكثر من نصف مليون فدان، نزرع يوم على الارض اكثر من 140 الف فدان. شاركنا بمبادرات خلال الفتره اللي فاتت وكان فيها تجاوب كتير جدا. نعم. من الساده المتابعين في موضوع شتلات الزيتون ودوار الشمس وشتلات النخيل، وان احنا ابتدينا نتعاون معاهم في موضوع توفير السماد والنطرات والتقاوي واللقاحات. فكان لابد من الدعم والمسانده. احنا لسه كنا في مرور بقالنا اسبوع على مناطق متعدده، ومنها منطقه الفرافره ومنطقه قرب منفلوط والقصيه والمنيا. انا لقيت المنتفعين والناس اللي بتتعامل معانا والمستثمرين مالا لفكره المهمه الاساسيه للشركه وهي الاستفاح والاستزراع، هو تنميه الثروه الحيوانيه. وده اللي شجعني ان انا اتكلم مع الناس واعرف اطالبهم بيه، وقلت واعلنت كبدايه لمبادره بمشاركه الشركه مشاركه فعليه في الموضوع ده بنسبه 50%.
تمام. شكل طيب. الشراكه هتبقى ازاي؟ هل ليها الشراكه شروط؟ يمكن انا كان في تنسيقات امبارح مع الاستاذ علاء فاروق رئيس مجلس اداره البنك الزراعي، والنهارده نعم. الصبح مع معالي السيد الاستاذ السيد القصير وزير الزراعه نعم. عشان خاطر احنا بنشتغل كلنا كدوله في مجال واحد بس، هو مصلحه البلد في الفتره نعم. اللي جايه. فالتنسيق ده ان احنا كانت الفكره ان احنا ننقل زي ما احنا كنا موجودين زمان نعم. كل بيت عندنا في دلتا مصر القديمه كان بيبقى فيه راس او راسين او ثلاثه، صحيح كان من المشاه والارنب، ننقلها صحيح. بقى على الارض الصحراء اللي حضرتك شايفاها نعم. ننقلها على الارض اللي احنا بنستصلحها ونستزرعها نعم. وكل بيت لما يبقى فيه راس واثنين وثلاثه وعشره، هيبقى كل 100 بيت وكل 1000 بيت يبقى فيه راس واثنين وثلاثه، نوصل للالاف اللي احنا عايزينها. بس على مبدا اساسي، المبدا الاساسي هو السلالات اللي احنا هنختارها، ده عشان خاطر نقدر نوحد المفهوم للناس. تمام. الاغنام والمشاه اللي احنا هناخدها، الفكره الاساسيه بالنسبه لها مزيد من الوعي والتوعيه والدورات الارشاديه والندوات مع الناس. السلالات والتركيبه دي باشمهندس عمرو دي اللي اتكلم عنها سياده الريس في اكتر من افتتاح. بالظبط كده فندم. تمام. تمام. خلينا نفكر كلنا بايد واحده في هذا الموضوع الهام جدا، زي ما نستصلح ونستزرع ان احنا نتجه اتجاه رئيسي لتنميه الثروه الحيوانيه في بلدنا. نعم. خلينا نقول ان على الاراضي الصحراء اللي حضرتك شايفاها واللي بدا فيها اعمال استثمار وتنميه من صغار الشباب والمزارعين، ودي شريحه كبيره بتمثل 32% من الاراضي اللي المنتفعين عندنا واخدينها. نعم. ابتدي بقى انشئ فورا منظومه، المنظومه دي اساسها العيادات البيطريه بشكل نعم. حضاري، زي ما احنا بنقول المباني والمنشآت، ويبقى ليها شكل معين، وتقسيم الأراضي بناء على بنية تحتية ترتبط بالطرق والمدقات نعم. والأمن والسلامة حوالينا من نقاط ومراكز شرطة أو وحدات طب أسرة أو مدارس تعليم أساسي أو تعليم فني، يبقى نعم. الموضوع ده هيمشي معانا بشكل جيد جدا، يمشي معانا وده فتح أبواب رزق لناس كتيرة قوي يا باشمهندس عمرو. ما شاء الله على حضرتك، هو ده الاساس فندم، هو ده الاساس ان احنا ننقل بشكل علمي ومنهجي برؤيه ثانيه جديده نعم. كل اللي احنا عشنا فيه في شبابنا وفي صغارنا واللي احنا اتعلمنا فيه من اهلنا ننقله نعم. بس ايه بشكل ثاني، في منهج، في علم، في دراسه واضحه على الارض. ويعني السيد وزير الزراعه متجاوب جدا في هذا الموضوع معانا، السيد علاء بيه فاروق رئيس البنك الزراعي متجاوب جدا وبيدعم المنتفعين نفسهم، يعني مئات الرسائل من امبارح من ساعه ما اعلنا على المبادره لغايه النهارده كان املهم ان هو يبقى انا اول مشترك في المبادره دي، انا اول مشترك. يبقى معنى الكلام ده ان احنا بنفكر صح. نعم. احنا كلنا خلينا نتجه كده، زي ما بنستزرع ونستصلح وزي ما قال فخامه السيد الرئيس، يبقى معاها انشطه متعدده. نعم. نشاط في مجال تنميه الثروه الحيوانيه، نشاط في مجال النشاط الداجني وزياده المساحات اللي فيها فرصه للناس انها تشتغل. زي ما حضرتك قلتي احنا بندي شعبنا واهلنا بكرامه فرص عمل. في شروط يا فندم؟ هل في شروط محدده؟ بتدرس دلوقتي، هيكون كلها في الاساس التيسير والدعم والمساندة. أنا شركة لا تهدف إلى الربح ولكن تهدف إلى التنمية والتطوير، وإن احنا نقف نعم. جنب أهل بلدنا بشكل، بإنه التكلفة الهائلة لأعمال البنية التحتية نعم. شركة صرفت لغاية دلوقتي أكثر من 3.9 مليار جنيه نعم. وما زلنا على استكمال مع وزارة الكهرباء عشان إمداد شركات الكهرباء. كل ده هيخلق مجتمع عمراني جديد بس بشكل تاني هايل. لا وبنتكلم بشكل علمي، بنتكلم ان في منهج بتشتغلوا عليه، واضح انه ترتيبات اساسيه كتيره حصلت، وانا اتصور ان الشروط هتكون قريبا هيتم الاعلان عنها باشمهندس عمرو باذن الله، وانا مش هسميها شروط يا استاذ عز. لا اقصد يعني هي مش شروط بقدر ما هي، يعني اقصد ايه، من يتوافر فيه كذا وكذا وكذا، من يريد كذا عليه ان هو ياتي بمستندات كذا، يعني اقصد فكره الضوابط المستندات اللي هتبقى مطلوبه، ما هي لازم يبقى فيها طلبات بشكل واضح، يعني مستندات. انا بس بتمنى بالظبط، وانا بجد بشكر حضرتك على
انا اللي بشكرك، بس عايزه برضو اول خروج للشروط دي تبقى عندي بعد اذنك. طبعا يا فندم طبعا، ده احنا يشرفنا كده، شرفنا حضرتك من الاعلاميين المصريين الوطنيين. شكرك. ويا رب زي حضرتك. شكرك فندم، اتمنى لك التوفيق. موفقين يا فندم، موفقين. بشكرك شكرا جزيلا مهندس اركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه التنميه الريف المصري. قبل ما اطلع فاصل واستقبل في الفاصل ضيفي، زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم على اللي بيحصل في العالم، ارتفاع الفايده، البنك الفيدرالي يوم الاربعاء رفعها، هل هيرفع تاني ولا المساله هتفضل يعني ملهاش حد كده، او ولا ليها اخر زي ما بنقول. هيشرفني دكتور شريف الديواني نتكلم في التفاصيل دي، بس عايز اقول حاجه الحقيقه، ان انا انبسطت جدا من الخبر كان في جريدة الوطن، وكان بيتكلم على انه في بنوتة من البحيرة، بنوتة دي من الاوائل على الاعدادية، هي والدها بيشتغل يعني في العمالة في المحافظة، وهي كان نفسها تدخل ثانوية عامة علشان تكمل رحلتها مع الدراسة، هي من الأوائل زي ما بقول حضرتكم، لكن قالت أنا دخلت تمريض علشان أنا ما معيش فلوس، مش عايزة أحمل أبويا وأمي فلوس هم مش قادرين عليها اللي هي مصاريف المدرسة. ده الكلام اللي هي قالته علا الأولى على الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة البحيرة. الفكرة في ايه؟ الفكرة انه الجمال بقى هنا، انه تلاقي على طول صناع الخير تقول لك انا هتكفل بمصروفات الاولى على شهادة الاعدادية بالبحيرة علشان تروح ثانوي العام وتكمل وتحقق حلمها، وحزب مستقبل وطن ايضا يقول انا كمان هتكفل بالمصاريف لعلا علشان تحقق حلمها. ده الجميل، انا بشكرهم الحقيقة، بشكر مستقبل وطن وبشكر ايضا صناع الخير. وانا بقول لحضراتكم وبوجه دعوة لأي طالب أو طالبة من أوائل المدارس، أي مدارس سواء إعدادي أو تعليم فني أو حتى بعد ما تخلص امتحانات الثانوية العامة ويتم إعلان النتيجة، أي حد يطلع من الأوائل نفسه عنده حلم عايز يحققه وظروفه المادية لا تسمح بأنه يصرف المصاريف اللي مطلوبة منه على المدرسة، بابا مش قادر، مامته مش قادرة، أولياء الأمور مش قادرين، ونفسه يحقق حلمه في اتجاه معين ومش قادر يعمل ده انه يحقق حلمه نتيجة للظروف المادية، أرجوكوا تواصلوا معايا على صفحة البرنامج، وهتلاقوا كل طلباتكوا لكل الأوائل وكل المبدعين وكل اللي عندهم مواهب على طول، إن شاء الله هنلبي لحضراتكوا كل اللي انتوا عايزينه. أطلع فاصل، بعد الفاصل هيشرفني دكتور شريف الديواني، انتظروا. برحب بحضراتكم مجددا، وبرحب بضيفي دكتور شريف الديواني مدير المركز المصري للدراسات الاقتصاديه. اهلا بحضرتك فندم. اهلا بحضرتك دكتور شريف. دكتور شريف، حقيقه كنت لسه بقول في الانترو للساده المشاهدين انه مجرد والعالم كان بينتظر دايما هو الفيدرال الامريكي هيرفع الفايده ولا مش هيرفع الفايده. يوم الاربعاء اللي فات اترفعت الفايدة بنسبة كبيرة، حتى أعتقد أنه حضراتكم كمتخصصين ما كنتوش متوقعين أنه هيرتفع لهذا بهذه النسبة. ليه العالم بيترقب رفع الفيدرالي؟ وقول لي بقى حضرتك العالم كده رايح لفين؟ والفيدرالي هيرفع تاني ولا لأ؟ وهو تارجت إيه بالظبط؟ وإيه اللي هيحصل عشان نتكلم على التحديات بتاعتنا في مصر؟ هو الواضح ان الفيدرال ريزيرف اكد ان هو اعلن ان هو هيرفع كذا مره حتى السنه دي والسنه الجايه. صحيح. ومتوقع من الخبراء كتير جدا توقع ان هو ممكن يوصل ل 3.8% خلال السنه الجايه ان شاء الله. ده لو حصل دكتور شريف هيبقى حصل قبل كده امتى في امريكا؟ ما حصلش من سنه 91.
من 91 لو حقق معدلات الرفع الفائق من معدلات الرفع يعني هو كان المعدلات اقل من كده بس معدلات الرفع كانت عاليه جدا وطبعا سببها كلنا عارفين سببها احنا كل بنتكلم عليها دلوقتي كلنا ان احنا السيوله اللي موجوده في ايادي الناس في امريكا نتيجه ضخ معونه او مساعدات كبيره جدا في الفتره بتاعت الكورونا 2021 في نفس الوقت كان في انخفاض في العرض بتاع المنتجات والناس ما عندهاش خزانات تصرف عليها فلوس فدلوقتي في طلب فاصبح في تضخم نتيجه وجود السيوله دي الى جانب سلاسل الامداد دلوقتي روسيا وأوكرانيا فيها خلل وبعدين جت فيها هي قبل روسيا وأوكرانيا بتتكلم على الامدادات طبعا كان فيها مشكله قبل روسيا وأوكرانيا ولحد النهارده من ساعه كوفيد وبعدين جت بالظبط ايام كوفيد وبعدين جت الصين قفلت على عشان الكوفيد نفسها اللي هي بيسموها زيرو توليرنس البوليسي بتاعهم اللي هو بيقولوا صفر للاصابات فدي نتيجتها برضو خطير جدا لان روسيا تعتبر المصنع بتاع العالم تقريبا صحيح هي مصنع والهند يعني مش بتكلم على الغذاء منتجات بصفه عامه بشكل عام تكنولوجيا والغذاء اكتر من هو اللي اثر بقى في الغذاء هو اوكرانيا ده طبعا ده كان خطير جدا لان تعتبر يعني اوكرانيا وروسيا يعتبروا مصادر مهمه جدا لكوموديتيز او سلع غذائيه مهمه جدا للعالم كله والى جانب طبعا ان الارتفاع تكلفه الطاقه ومتوقع انها هتزيد للاسف يعني لانه كمان لسه الشتاء سمعت النهارده ارقام تخض بصراحه ان في حد متوقع انها توصل 180 دولار للبرميل يعني ما اعرفش الكلام ده دقيق ولا لا بس سمعته من انا قريت وقلت للساده المشاهدين فعلا انه في ناس بتتوقع ده وانه فكره انه البرميل يوصل ل 150 ده وارد انه يبقى قريب قوي. ده كمان ده كان الليمت تعدوا ال 150 وابتدات ناس تتكلم على ال 180 وده طبعا نتيجته ارتفاع اسعار كل حاجه في العالم. كل حاجه في العالم. يعني النقل بيزيد تكلفته، الانتاج بتزيد تكلفته، فطبعا ده الى جانب بقى رفع الفدرالي بيعمل ايه بقى عشان يعالج الكلام ده؟ تمام. لما يبقى في طلب زياده والعرض مش قادر ضروري يتحكم في التضخم يا اما هيحصل له مشكله تضخم عاليه جدا ويبقى وراها انكماش في الاقتصاد بتاعه فهو متوقع ايه؟ اولا قبل متوقع ايه على مساله الاقتصاد الامريكي؟ باللي كان قايله الفيدرالي معنى كده انه لسه واحنا في 2022 هيحصل ارتفاع تاني في البنك الفيدرالي للفايده مش كده؟ مظبوط متوقع ارتفاع اخر في 2023 معلن عنه ده هم قايلين كده طيب متوقع ايه؟ يعني احنا بعد ده ما حصل يوم الاربعاء كل البنوك المركزيه رفعت الفايده بتاعتها بنتكلم على جزء كبير من الخليج بنتكلم على دول كتيره جدا طب وبعدين؟ ما حضرتك اللي هيحصل ان هيبقى في تدفق طبعا لرؤوس اموال كتير جدا لامريكا في الاستثمار اللي هي الرؤوس الاموال دي بتروح فين؟ بتروح في سندات حكوميه امريكيه اللي هي عائد بعمله زي الدولار اللي هي العمله بتاعت لسه التجاره العالميه والتعامل العالمي كله فيعتبر عمله يعني نوع من فيها نوع من الثقه عاليه جدا والثقل في نفس الوقت في العالم صحيح ففي توجه رؤوس الاموال كلها هتبقى هناك هيبقى المنافسه بقى على ازاي نقدر نعيد اكتساب رؤوس الاموال دي الدول اللي زي حالتنا او الدول الاقتصاد الصاعد في العالم كله هيتنافس على رؤوس الاموال دي صحيح لان من غيرها احنا هنعاني وهم كل الدول اللي زينا هتعاني هيبقى في تباطؤ واحنا في اشد الحاجه الوضع في مصر دلوقتي احنا عايزين استثمار اجنبي بسرعه جدا يعني طب اسمح لي هوضحها بس للساده المشاهدين فيدرالي الامريكي لما بيعلي الفايده قيسها بالظبط حضرتك زي ما احنا هنا البنك المركزي بيعلي الفايده فايه اللي بيحصل الناس بتسحب مثلا من البنوك بتاعتها فلوسها او بتضخ كله بيروح يشتري الشهادات زي عندنا كده ب 18% فرضا يعني فهناك المساله في امريكا بتبقى مستوياتها اعلى على مستوى الافراد بيعملوا زينا بالظبط ويروحوا علشان ياخدوا فايده اعلى ده ممكن ما يمثلش خطورة بالنسبة لنا احنا كشعوب تانية الخطورة بتجيلنا منين؟ الخطورة بتجيلنا انه المستثمرين
اللي بيبقوا موجودين في كل الدول بما فيهم احنا بيلاقوا ان الفايدة من البنك الفيدرالي دي ما فيهاش زي ما بنقول كده ريسك في مشروعاته انه يبقى يخسر او يكسب، او هو حسبها على انه هياخد الفلوس بتاعته العائد دي والفايدة دي بشكل اسرع، فيبتدي يتسحب كاستثمارات يخرج من الاسواق ويروح يحط فلوسه في البنك الفيدرالي ويقعد بقى هو كده وياخد العائد بتاعه وهو مرتاح. انا وضحت. وصف جميل جدا. تمام. انا وضحت. واحنا عملنا كده احنا في مصر سنة 2017 لما حصل اصلاح بتاع. لا اصل الناس تقول لك ايه هو ليه استثمارات خرجت من مصر؟ فكنا مهم نقول للناس عشان الدولار طبعا بيروحوا هناك عشان هو ياخد فايدة الدولار. بالزبط. احنا كاسواق ناشئه مصر ودول اخرى هتعاني من ده. طيب هل في سبل من وجهه نظرك لاعاده جذب استثمارات اخرى؟ احنا ضروري برضه احنا عندنا مشكله التضخم بتاعتنا طبعًا. احنا كمان طبعا فاحنا هنعالجها، واول خطوه احنا شفنا اوريدي الفايده في مصر ارتفعت مره. نعم. انا متوقع انها هترتفع تاني قريب جدا. تتوقع؟ طبعا انا متوقع ان البنك المركزي في الاجتماع القادم لمجلس اجتماع البنك المركزي بتاع النقد السياسه النقديه. نعم. أنا متخيل إنه هيبقى فيه ارتفاع في الفايدة عندنا عشان نجتذب رؤوس الأموال العالمية، إن هما بيجوا هما كانوا عندنا لفترة طويلة جدا، لأن إحنا كان الفايدة صافي الفايدة على الجنيه المصري تفوق الفايدة على أي عملة تانية في العالم. أيوه. وبالتالي كان عندنا تدفق كويس في فترة طويلة، يعني بعد من 2017 لحد 2020 كان تدفق صحي جدا. أيوه. وتمتعنا البلد تمتعت بيه وعدت منه بالكورونا. صحيح. بسبب الكلام ده ما حسناش بالظبط. أيوه. فاحنا هيبقى رد فعلا غالبا هيبقى نفس الحكايه، فهو حياتك اللي هيحصل ان هيبقى في ارتفاع في التكلفه في الفايده، اسف ارتفاع الفايده بيغلي ضروري الأسعار. بقى قدامه، وهو ده بقى اهميه البرنامج اللي اعلن عنه سياده معالي رئيس الوزراء. نعم. في المؤتمر الصحفي بتاعه من شهر تقريبا. نعم. واعلن عن وثيقه برضو، والوثيقه طرحت لمناقشه ملكيه الدوله او الحوار المجتمعي. نعم. يوم الاحد اللي فات. دي الخطوات السليمه، يعني احنا عندنا عايزين نقلل تكلفه الانتاج بطريقه اخرى بقى. احنا عندنا تكلفه عاليه شويه لان الاجراءات واللي بيسموها الترانزاكشن كوست عالي. نعم. في البلد، لان نعم. البيروقراطيه بتاعتنا ما شاء الله يعني بتحرق وقت كتير، بتحرق وقت وفلوس وبتطفش ناس كتير. بالظبط. نعم. يعني تخيلي حضرتك ان رجل الاعمال المصري بيقضي تقريبا 40% من وقته عشان يتعامل يخلص ورق بيروقراطيه. نعم. يعني والباقي عشان يمشي المصنع. بدل ما ال 40% دول يبقوا مثلا 2-3% ويحط 20% من الوقت ان هو يفكر ازاي يخش اسواق جديده. صحيح. ويعمل ابداع او يبتكر في منتجات جديده او يتوسع او يخطط. أيوه. فاحنا ضروري نتعامل مع المشكله دي. دي اساسيه في المرحله الجايه دي. طب احنا كده التحديات اللي هتقابلنا الفتره الجايه ايه؟ ولسه هيرفع تاني الفيدرالي. تحديات ونواجهها ازاي؟ هنواجهها بان احنا هنحاول نبقى جاذبين للاستثمار من خلال اللي عمله رئيس اللي هو الوزراء. هو اهميه الكلام اللي اعلنه رئيس الوزراء ايه؟ ان الاستثمار بينجذب نحو الاسواق اللي فيها نوع من الاطمئنان والثقه وللمبادئ الحاكمه للاقتصاد والسياسه في الدوله نفسها في الاقتصاد. نعم. السياسه الاقتصاديه يعني. نعم. وبالتالي استقرار سياسي والسياسي طبعا. بس هو اعلن على مبادئ. صحيح. حاكمه للسياسه الاقتصاديه في البلد. نعم. وده اساسي جدا ومحتاج نوع من الاعاده يعني التكرار عشان يبقى في اطمئنان ان ده فعلا توجه الدوله الثابت. احنا دلوقتي غيرنا توجه مهم جدا يعني تاريخي بصراحه في الفتره اللي فاتت في الاسبوعين اللي فاتوا. استبشر بيه خير. طبعا كرؤية الاقتصادي طبعا احنا القطاع الخاص المصري نفسه عنده رؤوس اموال بس ما كانش بيستثمر لان شايف ان توجه الدوله في الفتره اللي فاتت كان ندفع النمو. بس هو برضه دلوقتي مش بيستثمر لان دي نقطه مهمه برضه. ما هو هو مستني بقى لحضرتك وليه القطاع الخاص هيستني ايه؟ مستني ان الاعلان الجديد للتوجه الجديد ده اعلان ثابت وفي ثقه ويقين. هقول لحضرتك مثال. اتفضل. يعني انا الحكومه في الوثيقه لسياسه ملكيه الدوله
وحتى معالي رئيس الوزراء بيطرحها وبيقدمها للناس، فالناس ممكن تخش على اليوتيوب وتشوف الجلسه بتاعته معلنه، وده كان كلام جميل جدا. نعم. الناس ضروري يشوفوا الكلام ده. طبعا هو بيقدمها على اساس ان دي جزء من خطه الدوله لتشجيع قطاع خاص، وعايز وطلب ثلاث حاجات: الاتفاق على القطاعات الثلاث اللي هم هيتخرجوا منها، اتفاق على ايه المطلوب من القطاع الخاص، طالب ايه عشان خاطر يخش يستثمر. نعم. وان يبقى في ايه هي الرسائل اللي عايزينها مني كحكومه عشان اطمنكم ان احنا مستقرين. نعم. مستمرين في هذا التوجه. هو طالب الثلاث حاجات دول. انا شايف ان ده كلام جميل جدا. والوثيقه شايف انه الثلاثه دول كافيين. هقول لحضرتك، لا انا عايز واحده كمان. اللي هي ايه؟ عشان القطاع الخاص يطمن. بالظبط كده. اللي هي في تقديري ان توقعات الدوله من القطاع الخاص ايه هي ايه؟ مش واضحه. هو قال انا هخرج من الاقتصاد وهخرج في ثلاث محاور. نعم. وانا عندي مبادئ حاكمه ليا. نعم. يعني اهم من الجدول المحطوط في الوثيقه اللي هو في برنامج الخروج او التخرج. نعم. في جزء فصل مخصصينه للمبادئ الحاكمه لدور الدوله في الاقتصاد. تمام. فموضحين توجههم ويقولوا احنا عايزين نخش، هنبقى مستمرين في حاجات معينه لهذه الاسباب. صحيح. ودي المبادئ اللي هتحكمنا. تمام. عايزين بقى نتفق مع ايوه انا عايزه بقى اسمع عايزين دي من حضرتك. انت شايف من وجهه نظرك انه كنت حابب انه يبقى فيه النقطه الرابعه. الرابعه اللي هي الخاصه بيه، اتفاق على المبادئ الحاكمه لدور القطاع الخاص في الدوله في الاقتصاد بمعنى المصري. ايه؟ عايزين يعني مثلا توقعات الحكومه، يعني عشان يبقى في توقعات، هم اعلنوا عن توقعات ممكن القطاع الخاص يتوقع من الدوله ايه. عشان يبقى في شفافيه وفي اطمئنان، يبقى في توافق على توقعات الدوله من القطاع الخاص. تمام. مثلا على سبيل المثال انا في تقديري مثلا ان عشان نقدر نطلع من الازمه او نواجه الازمه دي التصدير قضيه مصيريه. طبعا مش عايزه كلام. صحيح. فالدوله ضروري تقول القطاع الخاص انا متوقع منكم انكم تصدروا. احنا عايزين نتفق على برنامج اصلاح عشان تصدروا مثلا. عايزينكم احنا الانتاجيه بتاعتنا، حضرتك الانتاجيه في الاقتصاد المصري منخفضه شويه. نعم. نعم. لما اللي بينتج اكتر بيقدر يدخل زياده، فهو بيبقى مستوى المعيشه بتاعته بيرتفع. نعم. احنا نعم. كمواطنين او كمجتمع محتاجين نرتفع بقدراتنا على الانتاج عشان نعم. نقدر نرتفع مستوى معيشتنا ونصدر عشان نرتفع مستوى معيشه. نعم. فهو ضروري يبقى متوقعين من القطاع الخاص ان هو يستثمر لزياده الانتاج مثلا. متوقعين من القطاع الخاص ان هو يستثمر في زياده القدرات البشريه بتاعته. يبقى في توافق. هو يقول طب عشان انا اعمل الكلام ده، طب انا عايز من الدوله كذا اصلاحات، اللي هو الجزء الثاني بقى. يعني هو طلب ست رئيس الوزراء طلب اصلاحات هنا خاصه بايه؟ اللي هي مناخ الاعمال، هيكليه، مناخ الاعمال، مناخ الاعمال، يعني الجهاز الاداري، الضرايب، التامينات. نعم. حجم المشاكل محتاج مجموعه من التطمينات. يعني ممكن برضو اقولها بطريقه اخرى. يا ريت. حياتك احنا بنغير، الدوله بتغير في بقى لها مده، مش مش اخيره، مش دلوقتي، في طريقه الاداره بتاعت الاقتصاد بصفه عامه، بتحدثه وتستثمر فيه، وبيبقى في تحول رقمي مهم جدا، وفي فعلا تحسي بتغيير جذري في عايزه الأجهزة. تعمل حاجه مع التغيير ده ضروري يبقى في جهاز نفسه، جهاز الاداري نفسه وقع لورا، سايبينه. احنا قيادات غيرت سياسات وفي استثمارات دخلت في ميكنه وفي رقمنه وفي تحديث اجراءات والكلام ده كله. انما الجهاز الموظفين ما حدش جاهزهم عشان يشتغلوا الكلام ده، فده محتاجين استثمار. فبالتالي هو مش مواكب اللي المفروض يتعامل، القفزه دي هو مش قدها بالظبط كجهاز اداري، تقصد كموظفين في كموظفين. جهاز اداري. اي شركه ضخمه في اي حته في العالم بتغير في منتجاتها واستراتيجياتها على طول مباشره مع بعض في نفس الوقت، بينفذوا حاجه اسمها برنامج اداره التغيير، تشينج مانجمنت بروجرام، يعني عشان يساعد الموظف او العامل اللي عنده ان هو يتاقلم مع الهدف الجديد بتاع الشركه. احنا محتاجين نفس الكلام ده يعني. وانا حضرت من كام يوم مؤتمر كان عاملاه جريده المصري اليوم. مصر اليوم كانت عامله مؤتمر اقتصادي. حصل حديث جميل جدا مع رئيس مع وزير الماليه. على الجلسة الختامية، وقال انه هيحصل فيه تغيير هيكلي
او نقدر نقول هو قال اعترف بيسكلي اعترف ان ان الموظفين اللي عنده مش متابعين مش قادرين يتابعوا القفزات دي فكان في دكتور حسين عيسى متهيألي اللي هو مستشار اتحاد صناعات الراجل قال اقتراح ظريف جدا قال ان يعني ياخدوا جزء من الموظفين دول يقولوا لهم ممكن تقعدوا في البيت وتاخدوا 80% من المرتبات بتاعتكم ايوه ونصرف او هم هندفعهم وندفعهم ايوه فنصرف ال 20 التانيين دول يصرفوا في التدريب وتاهيل على اللي في منهم امل اللي منهم امل تمام هم يبقى تلاقي لما الوزير او الاداره القيادات اللي عند الوزاره بتقول انا عايز اعمل فهنا يبقى بيعمل اصلاح هيكلي بيعمل اداره تغيير ايوه اداره هي اهم حاجه دلوقتي هتدي مصداقيه صحيح وقطاع خاص هيطمن لما يلاقي ان الجهاز الاداري بيتجاوب معاه بيتجاوب وان هو مش جاي شايفه ان هو ضروري ياخد منه فلوس باي طريقه سواء كسبان ولا خسران طب هو ازاي برضو من وجهه نظر حضرتك برضو دكتور شريف انه الناس دي جهاز اداري يقول لك لا ده شغلي وانا ملزوم من الدوله وانا مش هقدر اسيب شغلي وفي نفس الوقت بمنتهى الامانه هو مش قادر على القفزات اللي العالم كلها فيه هل هنا فكره طرح المرتبات وشكرا خليك موجود في البيت انا تقصد يعني إيه معاش مبكر ولا تقصد ايه يعني الهيكله دي تبقى ازاي المكسيك عملتها حياتك لان كان المكسيك كان عندها تضخم في الجهاز الاداري زي ما عندنا بالظبط بس احنا عايزين ده من 20 سنة. حاجات مشابهه يعني كلمني على البلد ثقافتها زينا ثقافه المواطن والله زينا والله المكسيكين زينا برضو عندهم في عناصر مشتركه كتير عندهم عندهم عناصر مشتركه جدا ثقافتنا متشابهه جدا برضو يعني. طبعا والجهاز الاداري بتاعهم كان عنده نفس المشاكل بتاعتنا فحصل اصلاح ليها واداره تغيير ايام الرئيس بتاعهم كان اسمه فوكس اللي هو كان ماسك هو كان من قطاع خاص من شركه كوكاكولا وماسك دخل بقى رئيس جمهوريه دخل انتخابات كسب وابتدى فاشتغل بمفهوم القطاع الخاص بالظبط وعمل اداره تغيير ايوه فشفنا في اجهزه الجمارك والضرايب هناك اللي احنا محتاجينه هنا بالظبط اللي احنا محتاجينه دي جزئيه وكان يهمني اخد راي حضرتك فيها الجزئيه الثانيه اللي يهمني اخد راي حضرتك فيها برضو قبل ما انهي اللقاء هل شايف انه القطاع الخاص المصري محتاج حاجه من الدوله علشان يدخل ويشتغل بسرعه في مساله التخارج غير التغيير الهيكلي للبيروقراطيه والروتين الممل الطارد ده شايف انه من المفروض الدولة توفر له حاجة تانية انا بكلم هنا مثلا ضرائب جمارك انا معرفش انا اللي انا بسمعه من القطاع الخاص المصري حضرتك وحتى الاجنبي احنا مش عايزين حوافز مش عايزين حوافز احنا عايزين اطمئنان عايزين يقين اي مستثمر يخش حتى لو عارف مشروع وعامل دراسة بيستثمر وفي مخاطر استثمار طبعا طبيعية طبعا فما يبقى كفاية مخاطر الاستثمار مش عايز مخاطر التعامل مع الجهاز الاداري فدول كفايه فقط الجهاز الاداري هو العائق كل مره بنقعد بنتكلم صحيح. هو ده القيادات وضحت سياستها الجديده بالاصلاحات وتوجه الدوله بس الموظف مش عارف يشتغل مش متابع فهم ضروري بقى المره دي نهتم بالجهاز الاداري عشان يقدر يفتح الباب للقطاع والقطاع الخاص المصري انا متخيل بعد فترة طويلة جدا بقاله مدة بيعاني من 2011 ثورة وبعدين إرهاب وبعدين ثورة أخرى وبعدين أزمة اقتصادية 2016 وبعدين دلوقتي مشاكل كورونا يعني ما خدش نفس المدة ثلاث سنين على بعض وما حدش عارف اللي جاي إيه فهو بالظبط هو اللي جاي يعني في السنتين الجايين عارفين اللي جاي صعب بس هو اللي جاي صعب السنتين الجايين سنتين 23 و24 يعني ليه بس المنافسه ليه؟ قائمه قول لي ليه لان السنتين اللي جايين صعبه ليه لان الحد الحاجات اللي اتكلمنا عليها في بدايه الحلقه مش هتتحل بالكامل الا في خلال سنتين يعني سلاسل الامداد التضخم الحرب دي خلاص ممكن نعيش بيها على فكره يا خبر يعني ممكن غريبه ان العالم كله بيشتكي من الحرب والعالم كله بيشتكي من التضخم والعالم كله أو معظم العالم أو الدول الكبرى بتغذي الحرب على شيء يعني ما حدش بيهدي في النهاية أقصد يعني فيش كده مطولة ومحدش عارف اللي جاي
ما هو لان هو دخلنا في اتجاه يعني للاسف النظام العالمي يعني دلوقتي روسيا خرجت تقريبا من المنظومة العالمية يعني حتى نعم. الصين والهند اللي هم يعتبروا واخدين حياديا شوية نعم. يعني أصبح خلاص صعب جدا أن روسيا تبقى جزء من فده توجه مفيش رجعة فيه يعني ضروري نتعامل معاه صحيح ده مستقبل صحيح. العالم كله صحيح. يتوقف على ذلك بس الأمل في أن احنا نتعامل مع المشاكل الاقتصادية قائم أيوة والطريق مفتوح ومعروف أن كمان سنتين الأمور الأوضاع الاقتصادية هتبقى هتستقر في العالم كله وهنا معروف طبعا كل الدراسات بتقول كده أيه. صندوق النقد الدولي لما راجع صحيح. اخيرا صحيح صحيح راجع وطس توقعاته للسنه نعم. دي انا متوقع ارتفاع بعد سنتين بعد كده صحيح نعم. يعني مش انا اللي هقول مضطرين نستحمل سنتين ده دكتور شريف حسبوه هو مش انا والله يعني انا اتمنى ان الدنيا كلها تبقى زي الفل يعني واكيد كلنا كده بس كل اللي احنا فيه ده يعني 75 ولا 70 منه مستورد كل اللي احنا فيه لا 3 ارباع طبعا من بره 3 ارباع من بره مشاكل العالم طبعا غصب عن عين اي حد وعن ايد اي حد ده الوضع يعني بس ان شاء الله هتعدي ياما حصل وعدت يعني الشعب المصري طول عمره الحقيقه تلاقيه في اللحظات الصعبه جدا ولما بيبقى فاهم وشايف العالم اللي بيحصل فيه والدول اللي حواليه عايشه ازاي بتلاقي المعدن الاصيل للشعب المصري يطلع كذا مرة. ويستحمل ويقول لا هنقف جنب دولتنا وهتعدي فالحقيقه دي من 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 مميزات التركيبه المصريه يعني ده صحيح. بشكرك دكتور شريف الديوان شرفت بيك شكرا لك بشكر حضراتكم اشوفكم بكره على خير مع تحياتي عزه مصطفى والى اللقاء